السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد. أنا محمد علي، وفي الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيديو سريع جدا. هنتكلم مع بعض عن مستوى عرض الفيديو، ودي نقطة مهمة جدا هنشرحها سريعا جدا عشان نوفر وقت بعضنا. هنتكلم انت لما بترفع الفيديو بتاعك بتخليه خاص ولا غير مدرج ولا بتخليه علني. الثلاث حاجات دول لازم تعرف الفرق ما بينهم عشان تكون متفهم. الفيديو لو كان خاص على منصة يوتيوب فمحدش هيشوفه غير انت بس، يعني كأنك ما نشرتش الفيديو، انت بس الوحيد اللي هتكون قادر من جوه حسابك انك تشوف الفيديو ده. وده الحل اللي برشحه لعدد كبير من الناس. كتير مننا بيرفع فيديوهاته بتكون سيئة وبتجيب مشاهدات. طيب انا احذف الفيديو؟ لا، بتحول الفيديو الخاص عشان ما تخسرش مشاهداته وما تخسرش الدقائق اللي اخذتها منه، وكمان يكون شكل القناة طبيعي عند منصة يوتيوب. يعني لو انت عاوز تغير محتوى قناتك فانت بتغيره الخاص، مش بتحذف اي حاجة من فيديوهاتها حتى لو كان عليها مخالفات، لان حذف الفيديو ما بيلغيش المخالفة من على الفيديو. طيب غير مدرج دي يعني ايه؟ يعني ايه الفيديو بتاعي يكون غير مدرج؟ يعني الفيديو ده محدش هيشوفه غير الاشخاص اللي انت هتديلهم اللينك الخاص بالفيديو. وده الحل اللي برشحه لاغلبنا. اغلبنا بيرفع الفيديو، وممكن مثلا تكون انت قناتك مفعله ربح، اول ما ترفع الفيديو فالفيديو تيجي عليه علامه صفراء او تيجي عليه اي مشكله، ف اول ظهور الفيديو واللي بيكون اغلبه بيجيب كم كبير من المشاهدات بتلاقي الفيديو بتاعك ما جابش مشاهدات. يعني المشاهدات اللي جت في الوقت ده كانت بدون ارباح، حتى لو انت كنت مظلوم فارباحك للاسف ضاعت. فلو انت شاكك في اي فيديو من فيديوهاتك فمفضل جدا انك ترفعه كغير مدرج لحد ما يتم مراجعته مثلا لمدة ساعات على يوتيوب. لقيت الفيديو طبيعي ومؤهل للربح بشكل كامل، ابدأ بقى انك حول الفيديو لعلني. وهنا هنجاوب على السؤال الاهم، هل انا مثلا لو ربحت الفيديو بتاعي غير مدرج وبعد كده حولته لعلني هيظهر للمشتركين كأنه فيديو لسه مرفوع؟ تماما، دي ما فيهاش اي مشكلة. هيجي اشعار لكل المشتركين ان انت لسه رافع فيديو حالا حتى لو مرفوع من سنة على يوتيوب وكان غير مدرج، وتحول من غير مدرج العلني. علني دي بقى اللي هي الفيديو هيتم نشره على طول للمشاهدين. لو انت واثق من كل فيديوهاتك، واثق ان الفيديو ما فيهوش كوبي رايت، واثق ان ده الوقت المثالي هتنشر في الفيديو بتاعك، هتقدر انك تعلم على علامه علني وهيتم نشر الفيديو على طول. وطبعا في علني دي في حاجه اسمها ضبط الفيديو كعرض اول. اول ما تضبط الفيديو كعرض اول هيبعت اشعار للناس كلها انك بتعمل عرض الاول لفيديو. ودي بحاجه لو انت بتعمل مثلا فيديو في ميعاد معين في وقت معين بتكون حاجه لذيذه جدا لما يكون عندك عدد متابعين كبير، ولكن لو انت بترفع كم كبير من الفيديوهات بتكون حاجه مزعجه جدا لاغلب الناس وبيخليه يلغي تفعيل الاشعارات من على القناه. فلو انت بترفع فيديوهات بكم كبير بلاش تفعل ضبط ميزه العرض الاول دي. عندك كمان موعد عرض الفيديو، ممكن تحدد للفيديو ميعاد معين يتم عرضه فيه من خلال ضبط موعد لعرض الفيديو. من هنا كده بتحدد التاريخ وبتحدد المدة والمنطقة الزمنية لو انت حابب تحدد ميعاد معين لعرض الفيديو. يبقى قدامك الخيارين دول، انك تحدد ميعاد معين او تختار واحدة من الثلاث خيارات اللي موجودة قدام عينيك دول. مراجعة سريعة، الفيديو لما بيكون خاص كأنه اصلا مش مرفوع، هو قدام عينيك انت بس اللي بتطلع عليه. والحل ده بنستعمله ان احنا اول حاجة نحول اي فيديو عايزين نحذفه على القناه بطريقه سهله جدا، بدل ما نحذف الفيديو ونخسر مشاهداته ونخسر اللايكات ونخسر كل حاجات عليه، لا بنسيب الفيديو زي ما هو وبنحوله من عام لخاص. الحل الثاني اللي هو غير مدرج، لما تكون انت اصلا يعني ممكن كمان تكون انت شغال على منصه يوتيوب. انا ببعت فيديوهاتي للناس على منصه يوتيوب ومش عايز الفيديوهات دي كل يشوفها. بمعنى مثلا ممكن انا مثلا شغال بعمل ايديت لفيديو لشخص معين، فاسهل حاجه بالنسبه لي ان انا ارفعه له على يوتيوب واخليه غير مدرج واديله اللينك. الشخص اللي معاه اللينك بس هو اللي بيطلع على الفيديو ده، تمام؟ يبقى الحل الاوسط ده هو ده الحل المثالي لو انت عايز تختبر فيديوهاتك تشوف عليها اي مخالفات. كمان الفيديو لو طلع عليه مثلا مزيكا او طبع ونشر طلع عليه اي حاجه بتكون قادر انك تغيرها وتاخد كمان سماح بالفيديو قبل ما تحول الفيديو لعلني. ولو انت واثق من كل حاجه بتخلي الفيديو بتاعك علني وممكن تعمل له ضبط كعرض اول. شكرا ليكم، دي كانت معلومة سريعة جدا في يوتيوب مع تمنياتي بالتوفيق للجميع.